وما أحسن حسن الظن والرجاء بالله، فمن أحب شيئا أحسن ظنه به ورجاه. مرض إعرابي فقيل له إنك تموت، قال وأين يذهب بي؟ قالوا إلى الله عز وجل، قال فما أجمل الموت وما أجمل لقاء الله. إنه حسن الظن بالله، ومن أحب شيئا أحسن الظن به. قال أحمد بن الحواري سمعت أبا سليمان الداراني ووقفت عليه وهو لا يراني، فسمعته يقول مناجيا ربه لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. واسمع كلام العارفين بالله الراجين رحمته. قال أيوب السختياني إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام، إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكثر من ذلك. وقال بعض العباد لما علمت أن ربي عز وجل هو الذي سيحاسبني زال عني حزني، لأنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل. يا الله يا الله، لو يعلم المدبرون عنه كيف انتظاره لهم ورحمته إياهم وشوقه إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شوقاً إليه. هذه إرادته في المدبرين عنه، فكيف بالمقبلين عليه؟ وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتين وعيناه تهملان، فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. قلت من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. أليس هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء؟ يا الله، من الذي يحصي نعمك ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك وإنعامك وفضلك؟ وإني لأدعو الله أطلب عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت ففي رحمة الله تصغر. قال الربيع بن أنس علامة حب الله كثرة ذكره والشوق إلى لقائه، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره وأحب لقاءه. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، وأطرق الحي والعيون نواظر. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر. واصبر النفس عن سواهم فإن لم تجب بصبر فصابر. وصم اليوم واجعل الفطر يوماً فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. واخطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. يا أخا اللب إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر. يا لها من ثلاثة من ينلها يرقى يوم المزيد فوق المنابر. كان يحيى بن معاذ الرازي يردد دائما ويقول إلهي إن كان صغر في جنب عطائك عملي فقد كبر في حسن رجائك أملي. اللهم إن كنت غير مستاهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل أن تجود على المذنبين بفضل سعتك. إلهي لو ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك، ولولا ما عرفت من فضلك ما رجوت ثوابك. إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعاتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا أرحم الراحمين. قال الجنيد من كان الله همه طال حزنه، فقال الشبلي لا يا أبا القاسم
بل من كان الله همه زال حزنه، بل من كان الله همه زال حزنه. وكان لعنبسة الخواص غلام كثير الصلاة كثير البكاء، فسأله يوما عن سبب كثرة بكائه فقال: قطع ذكر العرض على الله أوصال المحبين. قال: ثم جعل يحشرج حشرجة الموت ويقول: أتراك تعذب من يحبك؟ أتراك تعذب من يحبك وأنت الحي الكريم؟ قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: يا من ذكره أعز علي من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. قال ابن القيم: من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. وقال الإمام الفروي: وأعظم الرجاء رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين. وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه؟ وهل للمحب راحة إلا عند لقاء حبيبه؟ فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. اسمع من خبر يوم يلقونه ويلقاهم ويرونه ويراهم، من رواية جرير وصهيب وأنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد: فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحيا على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة، وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، فيستوون على ظهورها مسرعين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك، فلم يغادروا الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك، ثم نصبت لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني، وجلس أدناهم على كثبان المسك، ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم، نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم، فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادي؟ أين عبادي؟
أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ هذا يوم المزيد سلوني، فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، أن قد رضينا فارض عنا، فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. فيقول لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي. سلوني، هذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، أن ربنا أرنا وجهك. ربنا أرنا وجهك، أرنا وجهك ننظر إليه، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب، فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب، ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لو أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. فلا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة، وناظره ربه مناظرة، حتى أنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول لو لم أغفر لك لما بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا لذة الأنظار بتلك المناظرة، ويا قرة عيون المحبين في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة بلا ربها ناظرة. قال إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله: إنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا يحيى، إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه، إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به، فإذا كان كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري، وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأضمأت نهاره. يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته، يا يحيى، أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله، أهب له كل يوم وساعة، فيتقرب مني وأتقرب منه، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه، فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم آمر مناديا ينادي: هذا فلان ابن فلان، ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه، دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم. فإذا جاءني
رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، فنظر إلي كيف شاء وأقول له: أبشر فعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي. فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي، ولأجددن كرامتك في كل ليلة وساعة. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم، يا باري يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأطراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وقول الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.